كنتفاجئوا بهذه الفاجعة الأليمة ديال إقدام واحد الزوج على قتل الزوجة ديالو بطريقة بشعة، وخلى وراءه واحد جوج ديال الأطفال، واحد الولد وواحد البنية، واحد الأطفال صغار مساكن كتشوفهم كدراري زوينين ومؤدبين، وكنتمنوا الرحمة لهذ الفقيدة، وكنتسائلوا حنايا كشعب كيفاش هاد السيتة وقعت هاد الجريمة هذه. كنتمنوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذا الضغط اللي كيعيش فيه هذا الشعب المقهور بهذا الغلاء ديال الاسعار وبهاد الاثمنه الخياليه ديال الاضحيه ديال العيد. هذا الشيء راه بزاف، هذا الشيء راه الضغط كيولد انفجار. كنتمنوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار باللي راه الشعب راه ولا مقهور، الشعب بهذا الغلاء ديال الاسعار راه ولا كيعيش واحد الماساه يوميه اللي كتادي بهذا الحوادث الاليمه. كثرت الطلاق، كثرت الحوادث المؤلمة بسبب هذه الزيادات في الأسعار. ليدي كتنهب اش نقول لكم، أسعار المواد الغذائية راه غادا بلا ما نقول لكم، راه نتوما كل شيء كتعيشوه. ودابا هاد البرلمانيين اللي كنصوتوا عليهم حنا كشعب كيمشيو لمركز القرار وكيبداو يعطيونا في واحد قوانين اللي هي كتضغط على الشعب. علاش؟ حنا اللي وصلناكم لبلاصة القرار، حنا اللي وصلناكم لقبة البرلمان باش تدافعوا على الشعب، ماشي باش تعطيونا قرارات اللي تزيدوا تزيروا على الشعب. كنتمنى من السيد رئيس الحكومة ياخذ بعين الاعتبار هاد الشعب راه تقهر بزاف، راه الضو المر كيقهر، راه الأسعار المواد الغذائية كتقهر، عيد الأضحى على الأبواب. كنسمعوا حنايا في وسائل التواصل الاجتماعي حولي داير 12000 درهم مليون، واش حنا قادين على حولي ديال مليون؟ راه بزاف. جايبين حولي من اوروبا ب 500 درهم وعاطيهم الدوله الدعم ديال 500 درهم وكيبيعوه ب 2400 درهم، راه هادشي راه بزاف، هادشي راه ماشي غيأدي للانتحار، غيأدي لواحد واحد الزوبعه اللي غتكون كنتمناو ما تنوضش.